الاتحاد الافريقي لكره القدم اقر اليوم موضوع كاس الامم سوري السيمي فاينل والفاينل. تواصلت دلوقتي زي ما انتم شفتوا كده احد الناس المقربين من المهندس انا بريده عشان اعرف الكاميرون حتى الان ما قالتش اوكي على استضافه قبل النهائي والنهائي وفقا لبيانات الاتحاد الافريقي اليوم، ما قالتش اوكي. فبسال هل موضوع الامارات قائم؟ قالوا لي لسه قائم. طب الكاميرون قالت ايه؟ لسه ما قالتش، ما اكدتش ان الموضوع في الكاميرون. والاخوه في المغرب الشقيق رافضين يلعبوا فين؟ في الامارات. ليه؟ بيقول لك عشان حضور الجماهيري للفرق المصريه الاهلي والزمالك هيبقى كبير. طبعا المباراه نصف النهائي والنهائي تبقى فيها 5 تبديلات ومش هيبقى في ضربات جزاء على طول، لو في تعادل يبقى في وقت اضافي، وهيحددوا بعد كده الموضوع بتاع القيم فتح القيد وفقا ل اللهم صل على محمد وفقا لاجنده الاجندات المحليه للمنتخبات وما الى ذلك. عاوز اقول لكم برضو ان النهارده في سقطه لليوم السابع. كنت بقول ان ما ينفعش كلامي على المطلق، ما ينفعش الناس تشتغل في قنوات الانديه الكبيره اهلي وزمالك او في منظومتها الاعلاميه وتبقى شغاله فين؟ في مواقعها او صحف. وهذا ينطبق على الجميع، مش لازم على حد واحد. ليه بقول الكلام ده؟ استاذ عمر الايوبي لما انا قلت ملاحظه زعل مني ماشي، وقال لي افتح لك الملفات وانا مستني فتح الملفات يا عمر ما تتاخرش ما تتاخرش ما تتاخرش، لان عندي حاجات كتير عاوز اقولها. فاليوم السابع النهارده عامل استفتاء يخالف الضمير المهني. ايه الضمير المهني؟ وينفع اقول بتاع ده من الاحق بلقب السوبر الافريقي، الزمالك ام الترجي؟ يا عم ده الزمالك كسب الترجي وقطعه. من الاحق بالسوبر المصري، الاهلي ام الزمالك؟ يا عم ده الزمالك كسب بضربات الجزاء وبادج ضيعها. او ما انا عامل بقى النهارده استفتاء بعد 20 سنه اقول من الاحق بلقب نادي القرن، الاهلي ام الزمالك؟ يا عم ده في الاتحاد الافريقي مقرر ده وسلم والكلام ده من 20 سنه. لما انا اجي اعمل ده معناها ان صاحب هذا الامر في القسم الرياضي ورئيس القسم الرياضي الاستاذ عمر الايوبي مخطئ لو هو اللي عامل ده. ليه؟ لان بقى فيه مسلمه. وعشان كده انا عارف ان عمر هيسيب البرنامج الرئيسي زملكاوي وهينزل البرنامج اللي اتعمل الساعه 6. وعارف امور كتير ولم اقصد ابدا الاساءه ليه، بالعكس انا كنت زعلان عليه عشان الراجل بيتجاوز في حقه. لكن كل واحد حر في نفسه. لكن هذا الاستفتاء امر خاطئ، وقراري النهائي وعقيدتي النهائيه ان من يعمل في الاهلي او الزمالك يحصل على اجازه من موقعه او من صحيفته. ليه؟ خاصه اللي في المناصب القياديه. ليه يا عم؟ عشان انت هتبقى عندك حرج وانت شغال فين؟ في صحيفتك. هتبقى مندوب النادي في الصحيفة ام مندوب الصحيفة في النادي؟ الاصل التانية مندوب الصحيفة في النادي. انت هنا لما بتعمل حاجة زي كده بنمشي في سكة الغوغائية، في سكة الفتن، في سكة عدم الحيادية. لما اجي اقول من الاحق بلقب نادي القرن، الاهلي ام الزمالك؟ هنا خطأ مهني جسيم. ليه؟ يا عم كلامي اللي بقوله انا بقوله على الكل، ولما اهاب الخطيب انا باركت له قلت برضه نفس الموضوع. فشب رئيس قناه وشغال في الوطن، قلت الكلام ده برضه. فانا قراري واحد، قراري واحد وكلامي واحد ما بتغيرش وعلى الكل. ليه؟ عشان يا ابني تشتغل بامانه بقى وتبدع، تبدع في الزمالك براحتك، تبدع في الاهلي براحتك، لكن هنا وهنا لا ما ينفعش. فده من الاحق بلقب نادي القرن، الاهلي ام الزمالك؟ استفتاء مثير للفتنه وغير مهني بالمره وغير حياتي. طيب عندك حاجه تانية يا انكل ابو المعاطي؟ الاجتماع لسه بتاع المفاجاه لسه ما خلصش وانا مش متوقع اي حاجه، وفي نظري ان هذا الاجتماع مفاجاته بالنسبه لنا هو رمضان صبحي. لو حصل وتعاقد نادي الزمالك مع رمضان صبحي سوف اشيد بكل بهذه الصفقه وبمن قام بها حتى لو مرتضى وعيال. حقه لو عمل الصفقة دي، غير كده ولا يفرق معي. هتقول لي بقى التعاقد مع يحيى الدرع، التعاقد مع إيري بابل، مع حمزة المسلوسي، مع تجديد مع يوسف أوباما، كل ده
ده امر طبيعي واحنا قلناه من زمان قبل ما هو يقوله. ماشي، قبل ما هو يقوله. انا مش عاوز اطول عليكم، ويمكن ان نلتقي بعد اعلان المفاجاه، ربما تكون مفاجاه تستحق. لو رمضان صبحي هدلعك يا مرتضى، هقول محدش يترشح ضده بعد كده، لا انت ولا عيالك ولا احفادك. تاخد النادي بالمفتاح، تشطبه تشطيب مفتاح وتمسك النادي لو جبت رمضان صبحي. غير كده فنكوش. دمتم في امان الله. سلام عليكم.